لاتسيو السبعينات كان من الفرق الذهبية بتاريخ النادي العاصمي. في 1974 تحديدا الفريق حقق أول لقب دوري له متفوق بنقطتين بس عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس. جيل لاتسيو في ذاك الوقت ما بينساه تاريخ النادي، مو بس عشان اللقب بل لأنه جيل غريب، جيل كان فيه لاعبي لاتسيو يحملون أسلحة وياهم وين ما يروحوا بسبب آراء سياسية متعصبة للبعض منهم، الشيء اللي ما كان يتوافق مع لاعبين آخرين واللي نتج عنه بالنهاية إن الفريق عنده غرفتين ملابس بسبب وجود الأسلحة. لكن لاعب في الفريق كان خارج التغطية، لوتشيانو ريكيتشيوني أو الملاك الأشقر مثل ما كانوا يلقبوه بسبب شعره الأشقر وخفة دمه. لوتشيانو كانت شخصيته الطريفة محببة من الكل، وشغله الشاغل برا الملعب إنه يرسم البسمة على محيه زملائه. وفي ليلة من ليالي 1977 وتحديدا 18 يناير لوتشيانو طلع مع زميله بيترو جودين وصديق ثالث من خارج النادي، وكانوا يتمشوا في شوارع العاصمة روما. وكان معروف إنه لما يحضر لوتشيانو مع جودين فالمقالب وأحيانا المصايب لازم تكون حاضرة. بعد يومها قرر الثلاثي يدخلوا لمحل مجوهرات مملوك للتاجر برونو تابوتشيني. الفكرة من لوتشيانو اللي حط فرا سيسوي مقلب. بدأ التنفيذ بدخول الصديق الثالث للمحل، بعدها بشوي يدخل لوتشيانو وزميله ويصرخوا، الكل يرفع ايده في السماء، هذه عملية سرقة، وغطوا وجههم بالجاكيتات اللي كانوا لابسينها. لكن لسوء حظه تابوتشيني مالك المتجر كان انسرق من فترة قريبة، الأمر اللي خلاه يرخص لسلاح ويخليه عنده في المحل. وبمجرد دخولهم على أنهم لصوص، مالك المتجر أخرج سلاحه وصوب رصاصة على صدر لوتشيانو اللي توفى بعد 30 دقيقة، وكان آخر ما نطق به إنها مزحة، مجرد مزحة. نعم كانت مجرد مزحة، لكنها المزحة اللي قتلت صاحبها. وليومنا هذا جماهير لاتزيو تخلد ذكرى وفاة ملاكها الأشقر، فيما مالك المتجر آنذاك تم الإفراج عنه من منطلق إنه كان دفاع عن النفس.